هل يجوز التسمي بأسماء الله عز وجل المتقابلة مثل الأول والآخر والظاهر والباطن؟ الأول والآخر، لا، هذه خاصة بالله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله بها، قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذه خاصة بالله عز وجل. نعم.